مساء الخير من ألايف للمشاهدين، مساء الخير بزمن الميلاد، وإن شاء الله كل أيامكم بتكون فرح وزينة. مساء الخير إلي. مساء الخير كاتيا، ينعاد عليك ويخلي لك عائلتك وعليك، وينعاد على كل يلي عم بيتابعونا وين ما كان بالعالم عبر الام تي في. هاي اول مره بنقول بلايف مساء الخير، بس لها مناسبه مش هيك؟ دائما صباح الخير، وان شاء الله كل صباحاتكم تكون كمان فرح وتكون اعياد، ولكن هالمره مساء الخير لانه المناسبه مميزه، وحبينا اكبر عدد من المشاهدين يكون عم يقدر يشوف لقاء مميز جمعنا برئيس حزب القوات اللبنانيه والنائب ستريدا جعجع. مليون بالمية دكتور جعجع والنائب ستريدا جعجع بلقاء هيك زيارة ميلادية، خلينا نقول حبينا أنه نتشارك فيها مع الناس، لأنه بعتقد فيها مواضيع من بتهم الكل. مشان هيك فريق العمل إن كان يلي بيطلعوا على الكاميرا أو يلي بيشتغلوا ورا الكاميرا لبينا هالدعوة وطلعنا على معراب وتركنا الحديث على طبيعته على سجيته، وحبينا انه نتشارك معكم بهالليله ليله الجمعه. توعدنا إذن فريق العمل قدام الكاميرا ووراء الكواليس، وكانت رحله الى معراب بالرغم من الطقس العاصف، بس هالشيء ما وقفنا ابدا، ووصلنا على معراب وكان استقبال فعلا كثير حلو، رح تشوفوا وقائعه. كيفك؟ ماشي الحال؟ أحسن حال. أهلا وسهلا. خلينا إياك حكي. يعطيك العافية. نعاد عليك، خلي لك عائلتك يا رب. ضل بالفعل. خلينا إياكم. عارفينكم. لا ولو. يعطيكم العافية. بونسوار. أهلا وسهلا. هلا كيفي؟ مش الحال؟ بدك تبوسي وتخربط شعراتك؟ مش الحال؟ أهلا فيك، مش الحال؟ أهلا بصورين. أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا. في ستين اسمها نادين ظاهر، بتعرفيها؟ بزحلة مرت عبد الله ظاهر. زور الناس يا ختيار الليل، خلي الكيس هدايا مخباي وخلي يطير الليل. صوت شراس واصل رياح. اهلا وسهلا. تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم دكتور جعجع. مدام جعجع، اول شيء نشكركم على الاستقبال. نحن جايين نقول لكم انه بنحبكم ونعيدكم بالسنة الجديدة، ونتمنى أنه هالعياد تنعاد بالخير والصحة والبركة على عيالكم، على القوات اللبنانية وعلى كل لبنان. نحن بنعرف أنه بتحبونا وبتتابعونا على قدر ما الوقت بيسمح لكم، بقى جينا كل الأكيب لعندكم على معراب تهيك نحكي من القلب للقلب ونعيدكم. يعني في ناس تعرفكم، في ناس التقت فيكم قبل، وفي ناس كان حلمة يمكن تلتقى فيكم، فالكل اليوم موجودين. بيشرفنا أنه تكون أول زيارة عيد، أكيد بعد ما حدا بلش بزيارات العيد يعني صحيح. أول زيارة عيد تكون على معراب، ونحن شكرين كل التضحيات وكل التخطيط يلي عم ينعمل بهالمركز بهالموقع على البلد. أهلا وسهلا. كل العالم ممكن يكونوا جايين أنه تتعرف علينا إلا أنت كاتيا، لأنه كاتيا أنا بعرفها من زمان، فأهلا وسهلا. أنا صراحة مدقور كتير بالمعنى الإيجابي للكلمة لأنكم جيتوا اليوم، لأنه لنكون ضيوف سياسيين ولم نعرف بعضنا قبل، وبالتالي يعني الصدق واضح بهالزيارة أنه انطلاقا من هيك محبتكم أنتوا ونظرتكم لأننا جيتوا تشوفونا اليوم، بقى يمية ألف أهلا وسهلا من خلالكم. بتمنى الام تي في تضل بالنجاح يلي هي فيه، يلي كانت مثال اذا بدكم العصفوره يلي بتصير تبني البيت تبعها اشي ورا اشي ورا اشي. انا رفقتها من الاول، تصارت هلا الام تي في مثل ما صارت.
فمبروك لكم، مبروك لكل اللبنانيين. بس قبل ما اسلم الميكرو انا لزملائي، بعد بدي زيد شغله صغيره كنا عم نحكي فيها نحن وطالعين لهون. مدام جعجع، نحن كثير مقدرين ال11 سنه اللي انت قضيتيهم، اذا كان الحكيم قضيهم بالحبس كمان مقدرين ال11 سنه اللي انت قضيتيهم رايحه جايه كمان على الحبس. الله يخليكي. انا بهالمناسبه كمان بدي اقول لكم نحن بنحبكم كثير، صحيح ما منتبعكم دائما، بس انا كنت دائما اقول اي مؤسسه او اي عنوان ناجح في جماعه وراه، وانتم هالجماعه واللي مثلكم بمؤسسه الام تي في تلفزيون، التلفزيون اللي انا شخصيا بحبه كثير. انا واكب قضيتنا باحلك الظروف وقت كان الحكيم بالاعتقال، وتسكرت المحطه من ورا مواقفها السياديه والحريه بحد ذاتها اللي كانت عم بتنادي فيها بهديك الفتره. بقى نحن من خلال هالمحطه منعيد اللبنانيه ومنقول لهم ينعاد عليكم، وان شاء الله هالسنه الجديده تكون سنه خير وامل علينا على كل بلدنا. اهلا وسهلا. نحن كل يوم على بكره بنصبح المشاهدين، بنجرب نخبرهم اشياء حلوه ليبلش نهارهم بشكل ايجابي. شو بدنا نقول لهم السنه الجايه؟ شو عندنا اهداف؟ شو عندنا اخبار حلوه نشتغل عليها ونخبر اللبنانيه عنها؟ صراحة نحن عن جد بمرحلة جديدة، يعني مرحلة جديدة مش بمعنى انه راح اسم واجا اسم، لا. اولا كان عندنا ازمة كتير كبيرة، هي ازمة الفراغ برئاسة الجمهورية. انا تقديري الشخصي كان مقيد للفراغ انه يستمر لفترات وفترات طويلة، من وراء جهود جبارة قاموا فيها يعني اشخاص معدودين، أدت إلى الخلاص من الفراغ الرئاسي وصار عندنا رئيس جمهورية. هلا النقطة الثانية بهالعملية إنه رئيس الجمهورية مش إنه مجرد رئيس آخر، مش إنه ون مور، لا، إنه عندنا رئيس مختلف. أنتم بتعرفوا طبعاً الآن يمكن 30 سنة مختلفين نحن والرئيس المختلف، بس ما بيمنع إنه رئيس مختلف رح يكون. وأكبر دليل هالشهر يلي هلا صار له شهر برئاسة الجمهورية من 31، صار له شهر وجمعتين تقريبا برئاسة الجمهورية، رئيس مختلف، بمعنى انه كان في ممارسة معينة عم بتصير بقصر عبده، هلا ممارسة مختلفة تماما. هلا من جهة ثالثة اوقات بتسائب الامور، من وراء انتخاب الجنرال عون كرئيس الجمهورية كل الوضع بالبلد هيك تغير، سقطت كثير تشنجات، في كتار فرقاء قربوا من بعضهم، والكل هلا رايح باتجاه يشوف شو ممكن ينعمل لهالناس، لهالناس المعترين يلي كل يوم عم بيقضوا ساعات وساعات على الطرقات، او يلي ما عم بيقدروا يتحكموا، او يلي ما عم بيقدروا يعلموا اولادهم، او يلي عندهم صعوبات اقتصاديه أو أو, او 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 او. انا صراحه على الصعيد على القليله بالخطوط العريضه متفائل، لانه بس تنزل على التفاصيل بعد في كثير بده شغل، يعني نبني مجتمع مثل ما نحن بنحلم فيه. هلا عم بحكي هون نحن بنحلم فيه، لا بدها أكثر من هيك بكثير، بس على القليل بلشنا مطرح معين باتجاه واضح المعالم. شو بدنا نقول اليوم ألبير إنه للناس؟ بدنا نقول للناس نحن ببداية مرحلة جديدة، خطوطة العريضة جديدة، هلا علينا نشتغل تيكون خطوطة العريضة وخطوطة الرفيعة وتفاصيلها بالفعل جديدة، تنقدر نحلحل بعض المشاكل أو بعض الهموم يلي عند المواطنين. نحن بما يتعلق فينا، بس طبعا نحن ما راح نكون كافيين، اكيد عندنا كل الاراده وعندنا كل النيه انه نغير، بالفعل نغير. يعني ما بدنا نحن اذا صرنا هلا ما شفتونا اشتركنا بحكومه، حدا بيندعى يشترك بحكومه وما بيشترك؟ نحن عده مرات ما اشتركنا لانه ما كنا مقتنعين. انا بتامل انه نقدر نعمل الفرق يلي الناس صاروا زمان ناطرينه، اذا رح نقدر نعمله ولا لا. الإنسان على الشغل والتوفيق بضل عربنا. إن شاء الله يا رب. دكتور جعجع، ست ريدا، نحن بنشكركم على استقبالكم لنا. نحن حابين ما يكون لقاء سياسي، لأنه أنا شخصياً ما كتير بفهم بالسياسة، وحبيت أنه يكون لقاء ميلادي نتعرف عليكم عن قريب. وبس بدي أقول بأجواء السياسي بالفعل حضرتك أثبتت عن جدارة أنه وعن فعل أنه من الأشخاص اللي بيتعالوا على مصالحهم الشخصية من أجل مصلحة الوطن، وقديه كان لك دور كبير باختيار رئيس الجمهورية. فبنشكرك يمكن فردا فردا على هالخطوة الكبيرة،
وأنا بدي أسألك عن عيد الميلاد. نحن هلأ بفترة عيد الميلاد، وبعرف أنه فترة الاعتقال لك 11 سنة، ما بعرف هالفترة من السنة شو كانت تعني لك؟ شو كانت فترة رجاء، فترة أمل أو حزن شديد لأنه بعيد عن أحبابك والمكان اللي لازم تكون فيه؟ أنا بس رح أعمل مقدمة صغيرة، بعدين شوف إذا ستيفا حبة تحكي شيء بهالمجال، بعدين برجع بحكي. أنا من شي جمعة 10 أيام تقريباً كنا مدعوين على حفل كتير كبير، بتطلع ست بتشبه رولا طلع فيي قال لي مش رولا، قلت له قال لي محلية كتير مع لا مع نص ربع حرف، مع أنه الماتيال اللي عم تحكي فيها، الموضوع اللي عم تحكي فيه بعيد كتير عن الشغل العادي يلي بتقدم. مش هناك أول شي ما قدرت اربطها بالمذيعة يلي على الام تي في لانه الموضوع مختلف تماما. بتذكر قلت لي انت بتشتغلي بالام تي في او موظفه بهالشركه؟ ايه انه ما تعرفت ايام من ايام. انا بشكرك دكتور، هيدي شهاده بعتز فيها وكثير فرحت لما انتم كنتوا موجودين. لا بس كنت كثير مرتاحه، يعني في ناس بيقدموا بس انه بتعرف بضلهم بشلين. لا كثير كثير مرتاحه على وضعك وعلى موضوعك، ولا ورقه بالايد ولا شيء ولا شيء. نوصل هلأ على أجواء ميلادية، قلبي بتحكي شيء؟ طبعاً عيد الميلاد بالنسبة لنا نحن المسيحيين ولادة المسيح السلام لإسمه، عيد المحبة، الغفران، التسامح، الرجاء. هالمناسبة بتذكر تماماً بفترة اعتقال الحكيم كانت كتير موجعة بالنسبة لنا أنه نقدر نقضيها، واللي أنا شخصياً نص الثاني موجود بين أربع حيطان تحت الأرض، وإنما كنا ما نقطع هالعيد هيك ونريد نقطعه هيك. أنا بتذكر تماماً من أول سنة اعتقل ب 21 نيسان 94، يعني بكانون الأول 94 تماماً أول عيد ميلاد، أصريت أنه نبعث الأمل من خلال هالمناسبة. وزعنا كروتي باسم سمير وستريدا جعجع على مستوى لبنان ككل، لدرجة أنه اللي كانوا عم بيوزعوا الكروتي بهذيك الفترة اعتقلون بعتوا وراهم حققوا معهم أنه أنتوا كيف عم بتوزعوا كروتي ورئيسكم بالسجن أو الحزب من حل وهلو مجرة. أصريت أنا كمان أنه بهالمناسبة أنه نحط البسمة على وجاه الأطفال، وبالتحديد ببشري، بمدينة بشري اللي أنا من بشري وسمير من بشري. بقى كنا نوزع كادويات ما لا يقل عن تقريباً شي 1700 هدية، بلشنا بال94 واستمرينا هلأ لسنة 2016 مثل هالسنة اليوم، يوزع ببشري وبكم ضيعة حول مدينة بشري تقريباً حوالي 2500 هدية. يعني بالنسبة لي أنا عيد الميلاد هو قد ما في الواحد يعني يرسم البسمة على وجوه الناس اللي ما قادرة تبتسم بهالمناسبة، اللي منا قادرة تشتري هدية أو اللي منا قادرة تشتري بوش تنفترض، من أبسط الأمور أنا برأيي أنه بتكون شغلة بيكون عم بعيشها الإنسان بمعانيها الحقيقية. يعني هالتجربة ما تركت مرارة فيكم، خاصة أنه حبيب قلبك بالنهاية وزوجك بعيد عنك بهالمناسبة بهالظروف كمان. هلا طبعا مش بس بعيد الميلاد، بكل مناسبات الاعياد كنت احس انه في شيء ناقص وناقص وكبير. مراره لا ما في يقول، كانت تترك بقلبي اندفاع وعزم. يعني كنت انا اختي قراري بيني وبين نفسي انه لا بدي كمل شو ما كان يكون. وبقدر اقول انه انا كنت حدا محظوظ انه القضيه اللي كنت عم ناضل من اجلها بهذيك الفتره بجانب زوجي المعتقل، كنت أنا في مجموعة واسعة حوالي مآمنة باللي كنت عم بعمله، كانت تعطيني دفع وقوة، ومنهم طبعا البطريرك صفير من ضمن الأشخاص طبعا والمناصرين واللي كانوا مآمنين بقضية الحكيم بهذيك الفترة. أنا خليني أحكي كلمتين عن الوضع النفسي لستيدا بهذيك المرحلة بحكيون عنها، لأنه في بعض هيك اللحظات المعيوشه يمكن الواحد هو بينساهم. وبرجع بحكي عن انا بعيد الميلاد بالاعتقال، من بعد سنه سنتين ثلاثه افترضي اوكي كان صار لي انا بالاعتقال، كثير تعبت ستيدا، كثار ضغطوا عليا مشان تطلع تسافر لبرا شويه وقت. بتذكر انا راحت ورجعت، من بعد ما رجعت مرقت علي من جديد من الحبس،
بقى يعني كثير كانت صعبه عليها انه 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 تحمل حالها وتروح السفره، لانه عم تخبرني اياهم هي بالحبس، انا بالحبس بهالعشر دقائق. اول شيء كان وقت المقابله 10 دقائق ربع ساعه، تصور يا ألبير. فقالت لي انه جيت بدي اسافر، اقول انا كيف بدي اترك سمير؟ قلت لها ليش؟ انه قاعد انا وياك على طول، كيف تتركيني وتروحي؟ بتقول بس انه كيف بدك تتركني انه وتسافر وانا موجود بالاعتقال؟ هيدي من جهه. هلا بما يتعلق بعيد الميلاد بدي خبرك، او اول عيد ميلاد شو صار فيه؟ امتى عينونا لجلسه؟ حدا يحذر بربكم. ب 24 كانون الاول. 24 كانون الاول، عاصي. رحنا، اي ساعه الجلسه كانت؟ مش الصبح الساعه 10 11 تنفترض انه واحد بضل. كانت الساعة لا 3 بعد الظهر. أي ساعة خلصت الجلسة؟ عم نحكي 24، يعني مثل هلا بيكون نهار السبت بعد الظهر. تتصوروا الشوارع كيف بتكون. مهم أخذونا على الجلسة الساعة 3 بعد الظهر، خلصت الساعة مثل العادة 6:30 7. جايبيننا بالشاحنة، جايبيننا من قصر العدل على سجن وزارة الدفاع. منين قطعنا؟ بشارع فرن الشباك الاساسي اذا بتعرفوه، راس الخط فرن الشباك الشيفروليه طلوع عصياد. اه بكل العجقه. هلا انا هونيك بيتنا كان بالاساس، الاساس من 30 سنه هونيك، بعرف المنطقه مزبوط. كنت بكل العياد امر عليها، عاد عن انه بسرت ايد قوات، كمان كنت اتردد كثير لانه المنطقه هونيك كانت منطقه فيها تقل شعبي كثير كبير، مثلث الصمود بتذكر. يعني بس تقول لك هيك بعض الخواطر. بس وقت كنت بروح هوني كنت قايد قوات، العالم صاروا يعرفوني من السياره، من سيارتي. مجرد ما تطل السياره على راس الشارع هونيك يصيروا يطلعوا العالم من الـ من الـ من المحلات يسلموا شيء، يجمعوا شيء اللي بعاد اكثر، يلحقوا يوصلوا حد السياره الى اخره. يومتها انا قاعد بسياره الاعتقال ومرقه، اول شيء لاحظته انه حياة عندي واقفة، حياة برا مكفية وكأنه شيئا لم يكن، انه مثل كأنه ما في شيء. طلعت هيك من هالشباك، هذا حامل باجيت خبز وراي على البيت، هديك عم بيفصل جبنة، هديك عم بتشوف فستان على المحلات، هيك رايح. صرت اقول عمه انه كيف هالدنيا، انه كنت قبل امرق من هون لكي شو كان يصير، هلا مرق من هون كل شيء عم بكفي وكأنه شيئا لم يكن. المهم نوصل على الزنزانة اي ساعة؟ شو الساعة 7:30 وقت العشاء هونيك، أي ساعة بيعطونا الأكل؟ على 5:30 6. بما أنه كنا عشاء. إيه؟ يعني ما في عشاء؟ بلا، بحطوا لك العشاء أنت وغيبي، بحطوا لك إياه بتجي. بس كيف تلاقي العشاء؟ ثلج. وطبعا أيام شتي، وهذا كان بتذكر أول عيد ميلاد يلي عادت هيك أكلت يلي بيتاكل من الأكل. طبعا انا كل الفتره 11 سنه وحدي بزنزانه وحدي، يعني فت على الاعتقال وطلعت منه ما شفت حدا بالحبس، لا واحد تماما. ايه قعدت هيك وفكرت فيها. طبعا اول عيد ميلاد كان صعب لانه الفرق كثير كبير، بعدين لا صارت تعودت على القعده مثل ما هي. بعدين شوي 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 شوي. فهي بما يتعلق بعيد الميلاد والاعتقال. منتابع نحن وياكم زيارة فريق عمل MTV Live إلى معراب. زيارة كانت كتير حلوة مثل ما عم بتشوفوا. الأسئلة ما بتخلص، ولكن نحن اختصرناها لضيق الوقت. طبعا كل فريق العمل فردا كان عنده أسئلة يوجهها لا دكتور سمير جعجع ولا النائب ستريدا جعجع، والحلو أنه ما بخلوا أبدا بالأجوبة المسهبة كمان. مزبوط كاتيا، وأهمية هاللقاء أنه أول مرة بيكون في هاللقاء المشترك التلفزيوني بين يلي جمع دكتور جعجع مع النائب ستريدا جعجع، وبعتقد مع هالكمية من مقدمي البرامج، وكل واحد سأل ضمن اختصاصه. خلينا نشوف مجموعة جديدة من الأسئلة والأجوبة. يعني أنا عندي كان كذا سؤال ببالي، بس لما بشوف شخص هالقد تاريخ، لما بشوف سيدة هالقد عندها هالقوة وهالهالة،
بحس انه كل الاسئله صارت هيك شوي سخيفه. بحب اعرف اي حالات انسانيه بتعني لكم، بحب اعرف اذا المعوقين، اذا الاطفال، اذا اولاد الشهداء، اذا العجزه، خصوصا بعيد الميلاد بتفكروا فيهم. بحب كمان اعرف حضرتكم ككوبل معروف هالقد، يعني طبعا معروفين بالسياسه ولكن مشاهير فينا نقول، وين حياتكم مع كل هالهموم، مع كل هالاهداف السياسيه الوطنيه وغيرها، حياتكم انتم كيف؟ طبعا بعد تجربتي انا بشكل اساسي هيك بتوقف عند المعتقلين، ظروف اعتقالهم. مثل ما بتعرفي بلبنان السجون الموجوده ما بتقدر تستوعب هالقد كم المعتقلين، وبيخلطوا الرز والبصل، يعني كل انواع يعني في معتقلين اليوم بجرائم بسيطه، بجرائم كبيره، في معتقلين سياسيين مثل ما كانت حكايتنا نحن. بدايه انا بتوقف عند المعتقل، بتوقف مثلا عند اهل المعتقل، بتوقف عند اولاده وزوجته بشكل اساسي. تنرجع على الشق الثاني من السؤال، انه وين حياتنا بخضم طبعا المعركة اللي عم نخوضها السيادية الكبيرة الوطنية. ما بخفي انه بالبدايات طبعا بس تعرفت انا على سمير بفترة اعتقاله ولا مؤخرا ما كانت سهلة علي. انا خليني احكي عن حالي، لان اليوم الامرأة المزوجة اختي رجل بحاجة تشوفه، بحاجة تطلع تسهري وياه، بحاجة تتشاركي وياه بأدنى او ابيخ تفصيل ممكن. نحن سائب انه وضعنا طبعا ككوب، بعدين عندك الشق الثاني الامني اللي ما فينا، يعني كل ما بنطلع من هون اول سؤال بنطرحه على حالنا، حنرجع طيبين او ما رح نرجع؟ بيصير اللي بيتاقلم الواحد. هلا اللي بيعزي، انا خليني احكي من ناحيتي، انه بحس اللي عم بعمله كنائب اول شيء عن منطقه انحرمت كل هالسنين، وطبعا كنائب موجود بالمجلس النيابي حاملي امور وشجون للمراه بشكل اساسي وغير مشاريع، بحس اني عم بتشارك انا وياه كرفيق، يعني في قاسم مشترك كثير كبير بيربطني فيه بالحديث، باهتماماتنا، بنضالنا، هذا اللي بخلينا بشكل اساسي اننا نستمر ونكمل. اللي بيربطنا كثير امور، نفس التوجه، نفس الافق، نظرتنا لكيف بده يكون لبنان، وانما كمان لنضالنا اليوم اللي عم نتشارك فيه بكل دقيقه وبكل لحظه. في بعض الاوقات بيهمني رايه بتفاصيل بركي تكون كثير سخيفه، او بقول لي ست ريدا طب ما في لزوم شوفي المناسب، بقول له لا بيهمني رايك بهذا الموضوع. وبهمنا رايك كمان بهالموضوع. بهالموضوعين. هلا فهمنا ست ريدا يكون بيهمها رايي بهالموضوع بس انت. انا حابه اعرف، يعني نحن صرنا تقريبا شي ساعتين عندكم هون، انا اول مره بجي شخصيا، وهلا اذا بتسالني شو حاسه حالي بغير دني، مقطوعه كليا عن باقي البلد، عن الناس، عن العجقه، الاوتوسترادات، مشاكل الشتاء، يعني كل هول المشاكل اللي الناس بتعيشها كل يوم انا بشك انه انتم بتعيشوها. بس بدي اعرف قد ايه انتم فعلا قراب على الحقيقه بالبلد. كثير كثير كثير. ما تفكري يعني اذا بننزل بالعجقه ما تواخذيني كل يوم نستقبل، يعني كل النهار ما عندنا شغله وعمله ولا اي شيء، يعني الا انه يا بنستقبل ناس، يا عم نشوف الاخبار، يا عم نشوف المستجدات، يا عم نشوف ملفات، وبالتالي بنعيش هالمشاكل تينا اكثر ما انت مفكره واكثر ما انت بتعيشيها. لا، لانه انت بتعيشي يلي بتشوفيه بطريقك، بس نحن يلي بتشوفيه بطريقك ويلي غيرك بشوفه بطريقه، وعلى كل الطرقات ومن كل المناطق وبكل الاختصاصات. هون بحب اقول شغله اذا بتسمح، انه صحيح جغرافيا نحن بعاد عن العاصمه، وانما انا باخذ حالتي كنائب، نحن عندنا ثلاث مكاتب شخصيا، انا عندي مكتبي، مكتب الحكيم، مكتبنا ببشري هو مكتب مراجعات لهموم وهواجس الناس يوميه، بتوصلنا كل حدا شو بحاجه وكيف وليش وشو، يعني منتابع. هلا الجانب اللي حكيت عنه تينا كثير بفيدنا تنتابع هالمشاكل. شو هو الجانب؟ ومش هيك بدون سبب، يعني نحن هون مش انه هيك وهينا بيوم ولقينا اوف نحن هون شو بقى نعمل قعدنا هون، لا. هالجانب هيدا انت عايشه ببيئه هون ما فيها تلوث لا سمعي،
ولا بيولوجي ولا شيء ولا شيء، يعني عايش بهوا. يعني نحن الا وقت تمرق السياره بهاللحظه، السياره هيك اللي طالعه على الموقع لهون عايش بهوا ما في تلو 100% نظيف، يعني هالقد من ناحيه الرواق ما في رواق، يعني ما في عجقه بالشارع، سيارات عم تمرق كذا ما بنسمع، بنسمع زمامير انه بالكاد بيوصل صوت الزمور بالليل ومن بعيد من بعيد، هذا كثير بيساعدك على انك تركزي، ضل عندك صفاء ذهن وبتقدر تشتغلي بالفعل. فهيك بتكوني قريبه ايه بما فيه الكفايه من جهه وبعيده بما فيه الكفايه تضلي قادره محافظه على كل قواك خصوصا الذهنيه اللي بتعزيها كثير بالشغل اللي عم تشتغليه. انا وقتها اطلع بحضرتك دكتور جعجع او بحضرتك مدام جعجع سلام، يعني اللي بنشوفه هو السلام، فكان هيك دائما عندي هالسؤال. ومن وهلا تينا كانت عم تحكي وانا سؤالي طب من وين مصدر هيدا السلام بكل هالوضع اللي نحن عايشينه وانتم عايشينه؟ هذا السلام هذا يا بيكون جوا يا ما بيكون مطرح. فيك تكوني عايشه بنص دين حرب وبحاله سلام، وفيك تكوني عايشه بالامازون او بالاسكا، يعني هذا السلام صراحه مصدره داخلي مش خارجي. فيك تعيشي بظروف كثير سريعه ومضطربه، بس اذا انت يعني عندك سلام داخلي هذا السلام داخلي بيكون هو. بس نحن بنساعد حالنا كونك انت كمان ديتيتيسيان هون تنحكي شوي، نعطيك شوي كريدي انه هالطلات الاعلاميه ما عم بتروح دعان. هلا طبعا انت بتعرفي انه العقل السليم بالجسم السليم مثل ما دائما بنقول، وقت نكون نحن عم ناكل بشكل سليم وعم نعمل رياضه بشكل سليم، يعني انا حدا بعمل بالقليله 5-6 ساعات رياضه بالجمعه، سمير بيعمل بالقليله 3 ساعات 4 ساعات شو ما كان، ان شاء الله تكون عم تنزل السما على الارض. هيدا اللي بخليكي كمان تكوني انت مرتاحة على وضعيتك، يعني هيدا بخليكي تعيشي بشكل مرتاحة، بشكل مننام منيح، يعني هيدا كله بيأثر. هلأ بالإضافة طبعا لإيماننا باللي عم نعمله. يعني كيف بتقضي نهارك كست ريدا كمدام جعجع، يعني كامرأة كيف عم بيكون نهارك؟ نهار بيكون عندك يمكن وقت لحالك، يمكن هيدي حشرية كلنا عنا إياها. هلا مثل اي سيده منكم مزوجه وعندها اولاد وبتشتغل بنفس الوقت، هو بده الواحد يقوم الصبح ينظم وقته. هلا مثاقب اني انا ست بيت بدي اهتم ببيتي، بدي اهتم بزوجي بنفس الوقت. مع انه ما بخفيكم انه مثلا ما بنتغدى سوا ولا بنتعشى سوا ولا بنتغدى سوا، بس اكيد عشيه بنلتقي، يعني عنا بالقليل ساعه مع بعض عشيه بترضي من 12:30 لل1:30. منقوم الصبح، هلا كل واحد صحيح عايشين بفرد بيت، المكتب وحده، انا بينطلق هو على شغله قراءه الصحف وهيك، بنطلق انا على مراجعات اللي لازم اعملها الصبح بالدوائر الدوله بشكل اساسي، الوزراء، ملاحقات الامور. طبعا بعد ما اخلص قبل الظهر قبل الساعه 2 بنصرف هون لساعه رياضه بعملها كل يوم، بخلص بنصرف كمان لساعه وقت للبيت. وهون معلش في امور تفاصيل صغيره بيتيه، صحيح مثل ما قالت تما نفوت رولا بكثير سياسيات، الواحد بحاجه يعرف شو في ببيته. صحيح اني انا حدا محظوظ عندي حدا بيساعدني، بس اللي ما بيلاحق شغلته باخر المطاف ما بتعرف وين بتوصل، يعني اللي ما بيفتح براد وبيعرف شو في ببراد وبغض النظر هيك بشكل سريع ممكن ما بعرف شو يلاقي فيه بعد جمعه او جمعتين او ثلاثه. تابع طبعا مثلا بعطيكم مثل، هلا نحن بفتره العيد كنت كثير مصممه انه زين البيت انا شخصيا. نعم بتحبي بتشتاقي يمكن تروحي طبعاً انت بايدك تنقي الاغراض، يمكن انت بعض الاوقات بيصير لي، بعض الاوقات لغير اسباب ما بيصير لي، بس كنت انا مصره مثلا زيني بس فتوا لهون شفتوها في شيء كان راكب ما عجبني رجعت فكيته قلت له لا بليز بدنا نرجع نركبها هيك، يعني مصره انا كانه العب دوري كسيده وما اخسر هالجانب اللي موجود بكل سيدة بمجتمعنا. هلا طبعا ببلش اجتماعاتي ابتداء من الساعة 6 عشية، ممكن تمتد بعض الاوقات للساعة 12 بعد نص الليل. ليش 6؟ لأن أكترية أهلنا اللي موجودين بالمنطقة بقضاء بشري تيقدروا يوصلوا تيخلصوا شغلهم، ما هن كمان ناس بيشتغلوا، تقدر أنا التقي فيهم بفضلوا هن بالإجمال بعد الظهر،
بيكون عندي اجتماعات أكيد دورية بشكل يومي، وخاصة ما بعرف اللي منكم بيعرف شو عم بيصير عنا بمنطقة قضاء بشري، لأن احنا استلمنا بال2005 ما في شيء، ما في بنى تحتية، ما في طريق، ما في مستشفى، ما في مدرسة، ما في جامعة، ما في شيء. جانا أطلقنا كل شيء من تحت الصفر وكله بده متابعة. وهون أنا بدي أقول شغلة، إنه نحن حريصين كحزب سياسي وإن شاء الله بكرة بالحكومة نقدر نطلق كمان هالنموذج اللي قدرنا نحن نشتغل كتكتل نيابة من ناحية الشفافية والنظافة. نحن حريصين إنه نكون شفافين بعملنا، وهذا بياخد منا جهد مع المتعهد، بياخد منا جهد مع الاستشاري. بقى هولي إشي نحن كلنا يعني شخصيا أنا بتابعهم كلهم سوا. الله يخليك يا ميرسي بوتانيك. وقت واحد بيكون عنده مشاكل واخبار وهيك عم يطلع وقت على الناس بنعرفهم بيستسلموا بسرعه، شو كيف كانت تعمل كل يوم الصبح بالحبس؟ يعني شو الفكره بتفكر فيها، صوره بتشوفها؟ لان يمكن انه بعد سنه سنتين كان بعد في شيء، بس بعد ثلاث اربع سنين خمس سنين انه شو اللي بتعمله تما تستسلم؟ وكمان لك يعني كيف ضليتك مامنه؟ شو الفكره اللي خلتكم تضلكم مامنين بالقضيه؟ من اول لحظه يعني اخذوني فيها على الاعتقال. بالنسبه لا انت بدك شوف فتره ما قبل الاعتقال، طبعا كنت عارف انا انه مش غايبين، كنت حاسس، لانه كانت تصير كثير محاولات معنا انه تنمشي او نمشي. وقتها بتذكر السوريين كان عندهم تعبير انه كل حدا عليه يا يمشي يا يمشي، يعني يا بتمشي باللي بدهم اياه يا بتمشي، يعني بتروح يمكن تفل على بعيد كثير كمان، يا بتمشي يا بتمشي. ما كنا غريبين عن الجو صراحة. وبالتالي كنا بحالة مواجهة نفسيا، عم بحكي كانت خلصت الحرب عظيم، وكنا بحالة مواجهة. انه اول ما بلش تطبيق اتفاق الطائف تبين بلش تطبق شيء ما له علاقة بالطائف، مشان هيك سنكفنا، استقلنا من اول حكومة، استقلنا من ثاني حكومة الى اخره الى اخره. المهم ما بدي ارجع على هودي كثير. وبالتالي كنا بهالجو. وقت اللي اجوا تقالوني انا ما اعتبرته مثل ما بسموه بالفرنساوي اكسيدون دو باركور، انه ساعبت هيك كانوا غلطوا وراحوا لقطوا واحد بدل ما يلقطوا واحد ثاني، او غلطوا بحدا فكروا حدا عمل شيء طلع حدا ثاني عمل شيء. هلا بخبرك نكته على الشغله. فلا، وبالتالي عارف باي سياق جاي القصه. طالما انت عارف باي سياق، يعني بسياق مواجهه، يعني انت بسياق. انا كان فيه بسهوله وصراحه، وبعثوا لي خبر اكثر من مره انه بركي بترك. قلت لهم لا ما بدي اترك لحديت اخر لحظه. مثلا كان في امكانيه بين غدريس مطرح ما كنا قاعدين والسفاره البابويه ميات المطار، يعني كنت بعمل حالي وبضل جاي من غدريس على السفاره لا مش هوني، اكثر من ميات المطار من غدريس، من هون في ميات المطار، بس كان بقدر اجي ودير. السفير البابوي وقتها كان اسمه بابلو بوينتي، بتذكر اذا ماني مغلط بابلو بوينتي، يعني لمح لهيك شيء انه اذا بدي بروح لهونيك على السفاره البابويه، من السفاره البابويه بروح على الفاتيكان برا، هذا كل شيء كان بدهم اياه. كمان ما رحت لانه اعتبرت انه هيك يعني هيدا موت بالمره. بينما الاعتقال اوكي صحيح رح ياخذوك يحطوك انت بزنزانه بيعتقلوك، رح تضل بحاله المواجهه ولو على شعره كثير رفيعه وبمجال ما عندك اي تحكم فيه. فمن هالمنطلق عم بقول لك كل هول تقلك شو انه بالحبس كيف كنت بالاعتقال، ما هن حاطين بالحبس بس انا ما كنت بالحبس، كنت بعتبرها مثل وقت اللي كنا بالحرب عم نواجه عم بتكفي، بس باشكال مختلفه بشكل مختلف بمكان مختلف. هون كنت عم بتكفي كل همي شو كان، هن كل همه شو هو انه يكسروني نفسيا، يعني انا شو كل همي كان انه ما اتركهم يكسروني نفسيا، وبالتالي كنت استمد قوه من هالشعور. بس شو كانوا يعملوا؟ انا بقول لك اشياء كثير بسيطه. كان عندي زنزانه صغيره، بهالزنزانه حاطط 200 غرض. اكيد ما بفوت غرض ما كان يفوت غرض لعندي الا يتفتش بشي 7000 محل. متصور انت كيف يعني؟ مرتين بالجمعه كان يكون عندي تفتيش، بس بتعرفوا شو التفتيش؟ انه يفوت العسكريه لجوا يقلبوا الاوضه كلها سوا، يقلبوها راسا على عقب. تأرجع ضل خمس ست ساعات اشتغل اعمل له ريكونستركشن من جديد. كان انت بتفتيش على شو؟ ما هالغراض عم تمر عليكم وانتم عم تفتشون غرض ورا غرض ورا، بقول لك الى اي حد؟
اوقات ست ريدا كانت تطلع لي خبز عملته هي، ما هيك؟ كانوا يقسموا رغيف الخبز ببرتين. طيب شو عم تفتش تفتيش؟ هن ما عم بفتشوا، هن اللي كانوا عم بيعملوه. شو فيهم يضايقوني من ضمن بدون ما القانون يطالون؟ بدون ما القانون كانوا يعملوا. مثلا قبل كل كان بهمهم بجلسات ما اكون كثير مرتاح على وضعي. ليش؟ لانه بيعرفوا انه بطلع بحكي الشغله مثل ما هي. ف قبل كل جلسه كان يهمهم ما اكون مرتاح على وضعي، شو يعملوا؟ ما يخلوني انام قبل، كيف؟ اول شيء خلوني ضو مدوي. طيب هي عظيم، خلوني ضو مدوي اول مره. اجى العسكري طلع هيك شافني نايم. ضو مدوي نايم، شو بيعمل؟ جابوا يا معلمي مروحه. بتعرف هالمروحه؟ حطوا لها كرتونه ودوروها صف تطلع صوت كل الوقت. حطوا هونيك حد الباب تبعي. برضه ضليت نايم. شو صاروا يعملوا؟ كل شيء خمس دقائق 10 دقائق كانوا يبعثوا حدا يصير يخبط على الباب، باب الزنزانه حديد 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 من يلي بفكرك منو. فهيدا وبالتالي وقت تكون بهالحاله انت منك مستسلم ابدا، واصلا لانك ما استسلمت رحت انه قلت لهم اوكي بعز الدين بعقر داركم انا بدي اكون موجود، اعملوا اللي بدكم اياه بنهايه المطاف. هيدي بتعطيك دافع كثير كبير. نيك الخبرات اللي قلت لك بدي اخبرك اياها هي التاليه. دنيز اخت ستريدا كان عندها بنت صغيره. بقى البنت على طول تسالها تقول لها مامي ليش عمو سمير بالحبس؟ سرق شيء او عمل شيء؟ هلا بيوم من الايام كانت دنيز مع ستريدا قالت لي يا عمي هالبنت عم تسالني هيك وما عم بعرف شو بدي اقول لها. قلت لها قولي لها يا دنيز على انه لانه بيشتغل بالسياسه. راحت قالت لبنتها انه عمو سمير بالحبس لانه بيشتغل بالسياسه. قالت لها طيب ما كمان في فلان بيشتغل بالسياسه ومنه بالحبس. عم تاني مره تالت مره مرقت دنيز عم تقول لي بلكمتنا البنت انه عم تقول لي حو ما في هذا بيشتغل بالسياسه ومنه بالحبس. قلت لها قولي لها بالسياسه بعكس بالحياه، بالحياه اللي بيعمل عاطل بحطوه بالحبس واللي بيعمل منيح بخلوه برا الحبس، بالسياسه بلبنان يلي بيعمل منيح بحطوه بالحبس وما بيعمل منيح بخلوه برا. مشان تزبطت معها. مع انه كنا عم نحكي هلا بقصه الاعتقال، عندي سؤال صغير بس. لو كنت دكتور جاجا عرفت انه رح تروح القصه ل 11 سنه، كان معقول تعمل كومبرومي بس من دون ما يتأثروا الشباب اللي معك فيها؟ يعني تقدر تعمل شيء انه تقدر تفاوض على هذا الموضوع يعني لحتى ما تفوت على لانه فتت على المجهول 11 سنه وكان ممكن تطول بعد اكثر وما كان معروف ال هذا بدي اقول لك اياه. انا كنت مفكر 21 سنه كان بعد ما مرقوا 10 سنين مرقى ستيدا ومع بي وامي مرقوا. قلت لهم طمنوا بالكم اصعب شيء هن اول 10 سنين، بعدين بقوا بصيروا هينين. قالت ستيدا بعدين ولو كيف تقول لامك وبياك هيك شو بدك. فكان ممكن تكون اطول من هيك القصه. هالدنيا اطباع يعني كل طبع يعني بيعمل شيء. بقول لك شغله هيك بدك يعني حريه رايي. شفت انا لو ضليت برا يمكن كنت مت برا، بس جوا هيك بالاعتقال مطرح ما كنت بالوضع كنت فيه لا. هيدا يعني بالنسبه لي هيدي خلاص، مش خلاص انه اهرب او ساوم او مدري شو اعمل. يعني كل اطباع بيتلاقى معها شيء ثاني. يعني انا صراحه مني هيك، بس هي بقول لك اياها. بيكون الشخص طفل وخاصة البنت بعيتولها باسمها لما بتكون صغيرة وبيستتوها بيقولوا لها ست ريدا، قديش بتكبر بإضافة لشخصيتها، لأنه نحن تعودنا الست هي عندها الحضور التميز النجاح. قديش هالشي ضاف لست ريدا بدءا من الاسم، وقديش ضاف على الدكتور الجميل الحضور الأناقة لرفيقة الدرب للنجاح والعظمة. أنا بمجالي. هذا إلي. سألني عني. أكيد إلي. هلا عم تسبب لها أول أول جزء من السؤال لإلك وأنا الجزء الثاني لإلي. يلا بلش. الجزء الثاني. هي مجالي. هو وحدة من ال مجالها هي. وحدة من هيك نقاط السحر عن ستيرة اسمها ما بخفيكي.
انه اسم فريد من نوعه، بس بذات الوقت مش كل شيء فريد من نوعه بيبقى انه مقبول. في اشياء فريده من نوعها، بس مثلا لاحظوا شو بيعملوا بعض المطربين بالغرب، تكونوا فريدين من نوعهم، بيقصوا كل شعرهم، بيتركوا الشخص اللي مدري كيف بيعملوها، بتطلع شغله غريبه عجيبه. بقى لا، هي كانت انه اسم ستريدا كان فريد من نوعه من جهه، من جهه ثانيه الاسم هو حلو، يعني تركيبته يعني تركيبه مش عجيبه غريبه. هلا بما يتعلق بالاناقه والجمال، عم تزركيني كثير هون، بس طبعا انتم بتشوفوا اكثر مني. انا وقت بحكي عن ستريدا مثل كانه عم بحكي عن حالي، يعني بمعنى انه واحد ما في يحكي عن حاله هو، بس بتصور ايه انا مع ستريدا تعرفت على عالم جديد من هالناحية. لايف بمعراب هالحلقة الخاصة اللي عم بتشوفوها استثنائيا مساء عبر الام تي في، واللي جمعتنا بالدكتور جعجع والنائب ستريدا جعجع متابعة معكم. الحديث كان شامل ايه كاتيا؟ شامل جدا، سياسة، اجتماع، حياة شخصية وموسيقى كمان. وبعد ما حكينا عن أول ميلاد بعد الاعتقال وعن الحياة بالزنزانة وعن الإرهاب النفسي، كل هودي ما خلوا الدكتور جعجع ما يكون على اطلاع على كل شيء عم يصير برا، وخاصة الموسيقى غذاء الروح يلي بترافق الإنسان وبترافقه حتى لو كان ما قادر يمكن يكون معه، ولكن بتكون مطبوعة بداخله. عنده آراء كتير حلوة بالموسيقى، ودايما الآراء موضوعية عند دكتور جعجع. خلينا نشوف. أنا قبل ما أشتغل على التلفزيون كنت زيع بالإذاعة، كنت أشتغل بالوان أوتو. مرة طلعنا زرناك بالدريس مع إلي رحمة. صح. خلينا نحكي شوية موسيقى، خلينا نطلع من أجواء الحزينة. أي نوع من الموسيقى بتحبوا تسمعوا غير فيروز ومثل ما الكل بيحبوها؟ إنجليزي، فرنساوي، خلينا نتعرف شوي على ذوقكم بالموسيقى. تفضل قلبي. تفضل. لا لا لا، ما بصير. ليديز فيرست. انت تختص، انت الاختصاصي بالموسيقى. تخبرك على سيره المزيك. هلا طبعا شغله من على بكره العشيه ضغط ومشاكل وهيك، بقى كان يوصل فطردي على 12 ويعلي الصوت، قال له يا عمي بدي طفي بدي نام، هلا عم ترجع تولعها بالبيت، بدنا نحط شيء هيك رايق كذا هيك على سيره المزيك. هو بيتابع كثير. رح اعطيك الكلام انت تقول شو بتابع، بعدين برجع بحكي. انا بحب كثير الموسيقى، بس ما بصنف يعني التصنيفات اللي بينعطوا بالوقت الحاضر، يعني انا مني معهم. موسيقى رأي وموسيقى مش رأي وموسيقى، كل شيء له شيء، يعني كل جو له جو. بتذكر في 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 غنية انت يا باسم طبل لي شوي، ما بعرف اذا بعدها موجودة هلا، بس هيدي إلى محلها. مثلا ودفورك له محله، الكلاسيك نوفو كلاسيك كمان له محله، وبيتهوفن له محله، والدبكة إلى محلها. أنا صراحة يعني كثير بنسجم مع، المهم الميلودية تكون حلوة، مش تكون رتيبة هيك ومكررة، لا ميلودية. مثلا هلا مؤخرا ما بعرف إذا بكون عم بعمل دعاية، يعني تنفترض شغلة مثل سبعة أرواح، إيه غنية جديدة، إيه مثلا سبعة أرواح، إنه إذا بتيجي بتشوفي مزبوط إنه لا في شعر سعيد عقل ولا في موسيقى بيتهوفن، بس شغلة كثير مهضومة وكثير حلوه لان الميلودي تبعها، او شغله مثل اجازه تنفترض هذه الغنيه وصولا لكل. هلا اجنبي بمعنى خصوصا هودي يلي بيعملوا هيك هيك. هي ليدي غاغا قلت له قرايبتك، قال لي لا ما بتقربني بشيء، قالت لي ما، قال لي ما بتقربني بشيء ابدا. يعني الظواهر هيدي يلي مش واضحه المعالم ومدري كيف، ما انا يعني مش من عالمي، بس الباقي كله سوا، مطرح ما في ميلودي حلوه، مطرح ما في ريتم حلو، ايه بحب كثير صراحه. بتحب الطبخ؟ وشو شو اكلتك المفضله؟ لا بحب الطبخ ولا عندي اكل مفضله، هي بيني وبيني. لانه تقول لك شغله، بمجرد ما يكون عندك اكل مفضل
يعني ما بقى فيك تحافظي. انا باكل بيني وبينك اللي لازم اكله. طيب شو نوع الاكل يلي بتحب تاكله؟ اللي هو بحب ياكله او انا؟ اثنيناتكم. انا بحب اكل لبناني. لا بالحقيقه بعترف، وانا وياه دائما بيقول لي مش معقول شيلي قصه الاكل من راسك بتبطلي تاكلي. قلت له سيت ان بليزير دو لا في كو دو مانجي، انه هي لذه بالحياه الاكل والطبخ، مثل ما في كثير اشياء هيك بالحياه حلوه. هو من مفهوم بذكرني بهول الايكول ستويك هول. ايوه اللي قلت له عال طيب انه ماشي الحال، اترك لنا هيك لذه النظر والشم. لا انا انا بتركها اياك، بس بتعرفي شو المشكله؟ انا بتمنى تاكل تاكل ترجع نق علي انا. ليك ليك اليوم زدت 100 جرام. اوكي حقيقة. لا مش مقصود. انا بحب كل الاكل بالاجمال، والوالده الله يرحمها. بتحبي تطبخي؟ انا بحب المطبخ بس ما عندي وقت فوت واطبخ، بس لو كان عندي اكيد من الاشياء اللي بحس انه مش بحس انه انه شغله حلوه المطبخ. اللي عنده مراء بالمطبخ واللي عنده. انا بحب اطبخ. حلو حلو الطبخ. انا بحب اطبخ بس الطبخات اللي عم تشوفيها 100%. ولا ملح ولا زبده ولا سكر ولا هيدا. انا بحب اسال سؤال يمكن شوي هيك يرجع يخفف من دهج الفرح، بس بدي اذا كان عندنا عصا سحريه اليوم نغير شغله وحده بالمجتمع لحتينا ترجع تحسنه ويصير افضل، وبحب انه يكون على مستوى الاطفال شيء نمحيه لحتينا نقدر نبني لبناني بيشبهنا. شو؟ انا عندي على مستوى الكل مش على مستوى الاطفال، وشغله سحريه ومزبوط بتغير كل شيء. بدي اقول لك شغله، مش كلنا سوا بنقعد بننق طريق والعجل السعر وكذا وكذا وكذا. طيب الدوله بلبنان عم بحكي جد دوله ديمقراطيه، في شيء حدا مثلا في فوت على مجلس النواب الا ما في 10,000 بين 10 و 15,000 مواطن لبناني مصوتين له؟ طيب مين بنق هلا؟ نحن منا بنرجع بنصوت للناس اللي هلا الوضع هيك. وصفه سحريه كثير هينه. لازم كل واحد منا يعرف شو عم بيصوت، مش يصوت شيء ويرجع يدق اربع سنين. يعني يحاسب يحاسب، المهم انه المواطن اللبناني يحاسب مسؤولينه. انا بالنسبه للاطفال اكيد كنت بتمنى انه مؤخرا رحنا على سان جود شفنا السنتر تبع كانسر الاطفال وهيك، اكيد بتمنى انه اي ولد من وين ما اجى شو ما كان انتمائه ودينه انه ما يكون في مرض، لان ما في شيء بيصلخ القلب غير ما تشوفي ولد مريض. انا ما عندي سؤال بس بحب اقول انه مبسوطه انه صارت لي الفرصه اني اتعرف عليكم من خلال الام تي في، عليك حكيم وعلى مدام جعجع. وبحب اقول كمان عن جد بتشكرك على المبادره والتضحيه اللي قمت فيها لمصلحه الوطن ووحده المسيحيين. الله يخليكي. نحن مبسوطين كمان تعرفنا عليك. مثل ما عم تتابعوا مشاهدينا بهاللقاء الحلو يلي جمعنا بالدكتور جعجع والنائب ستريدا جعجع، كانت الاجواء كثير حلوه وكان الحماس طاغي على كل اسئلتنا والاشياء اللي حابين انه نعرفها. هالثنائي يلي قطع بتجارب كثير كثير من الحلو ومن الكثير مر، على وجهه ما بين ابدا اي علامه من علامات الياس بالرغم من كل التجارب الصعبه وباحلك الظروف. على كل حال كمان يعني هذا الرجاء، رجاء الميلاد بما انه هو عيد الرجاء وعيد الخلاص، بقى منه بعيد عن هال ابدا عن هالثنائي ولا عن مسيرته الطويله. نحن اليوم ضوينا يمكن على مساحات معينه، اوقات بالعمق اوقات بالشكل، بس الانسان هو اثنين، والاجابات كانت فعلا مثيره للاهتمام. نحن وصلنا للقسم الاخير من لقائنا معهم، نشوفه سوا نشوفه سوا وينعاد على الجميع. وميلاد مجيد، سألوك أسئلة كنت بنسألك إياها قبل بالحبس وقت كنت جوا، معقول هذا غير على نمط الأكل تبع ولك بعد ما طلعت؟ يعني صرت قلت كميتك بالأكل، بطلت تحب شيء معين، أم تعودت على شيء أكل معينة، أم بطلت تاكل؟ يمكن هلا عم تقول بطلت تاكل كثير يمكن ورا أكل الحبس، أم ما بعرف. بتصدق شغلة؟ في كثير اشياء كنت حابب اعملها قبل ما اكون بالاعتقال، بس ما كان عندي مجال، ما كان عندي وقت. اذا بدك فتره الاعتقال كانت بالنسبه لي ما يعني بدون ما تعجب نوع من فرصه،
فرصة من الحياة اليومية الطاحنة يلي مثل ما بتعرف الحياة اليومية إنه هيك سأبت هون، قلت كل شيء كان بدي أعمله بحياتي مش عم بقدر أعمله، إذا بدك بدءا بالتأمل واليوغا وال مش انتهاء بعلم الأكل عملته هوني. مثلا ديتيتيك قريت لي شيء بالقليلة 30 كتاب، بالقليلة 30 كتاب، ويما تشرعت بعدين مع ديتيتيسيان مثلا، كل عند على سبيل المثال الحصر كتار من ديتيتيسيان وديتيتيسيان عندهم فكرة مسبقة ما بعرف منين جايبينها على أنه البندورة بيزيد بالأسيد إيريك مثلا، ما بعرف فكرة منين أنا، بكل الليتراتور مش مزبوطة، بكل الليتراتور ما في بندورة ما لها علاقة بال ما لها علاقة بالأسيد إيريك، وبرضه بتلاقي حكمة بيقول لك معك أسيد إيريك ما تاكل شو دخل بندورة يعني على سبيل المثال للحصر. هذا عدا عن ميات المقالات والدراسات اللي كتير صغيرة. فإذا كانت فترة كل شيء كنت حب أعمله ما أقدر أعمله، يعني تصور هلا إجي شيل من وقتي تقرا كتب ديتيك فترد، مستحيل. هونيك لا عملت هيدي مع كتب أخرى. يعني حولت النيجاتيفيتي تبع الحبس لبوزيتيف، يعني كثير استعملته شيء منيح كثير كثير كثير. ويطبقهم علي، بكون عم باكل كاكي غير شكل، عم بقصها مثلا بقول لي بتعرفي قد فيها سكر، بحط الشوكة والسكينة ببطل. بدي أسألك، فيها كثير كالوري الكاكي؟ هي الوحده من قد 2 فواكه. اوكي، بس السكر اللي فيها سكر اسرع، يعني وقت تكون حلوه بكون نوع السكر بيشتغل اسرع. اندكس جليسيميك تبعها مثلا كاكي 110 اكثر من الجلوكوز. مزبوط، بس وقتها كمان ما تنسى انه فيها كثير الياف، فنحن ما بنقعد نطلع بس على الجلايسيميك اندكس، نطلع على شيء اسمه جلايسيميك لود اللي هو بيصير تاثيره اهم من الجلايسيميك اندكس. شفت؟ فوقتها في روقي بالك انت ومدام فهد، بدي اكل اثنين. في 20 في كثير موانئ اكسد، في 30 نوع فواكه فيهم الياف قد الكاكي على مره، واثنين ثلاثه اربعه. وجلايسيميك اندكس تبعهم إذا قلنا الكاكي 110 تنفترض يعني 110 هونيك عم نحكي بال 50 بال 45 بال 40 بال 35. بس بنرجع على الخبرية إنه كمان هي لها فوايد معينة، فمنيح نحن بتغيير شكل بالأكل نكون عم ناخذها قديش فيها فيتامين سي مثلا. هلا في يقول إنه كمان الأورنج فيه فيتامين سي، بس هيدي طيبة الكاكي، مش غلط ناكل شيء طيب. دكتور جعجع خبرتنا العصفورة إنه بتحب تحضر دانسينج وذ ذا ستارز، سو نروح شوي على أجواء الرقص والهيك القصص الحلوة. بقى في عندك حدا لازم نشارك انا وياه بدانسينج وذ ذا ستارز. ايه اكيد، يا ريت نساله للمخرج باسم كريستو حبيب قلبنا اللي بنحبه. بقى في حدا معين بتشجعوه من المشاهير؟ وثاني شغله، اي برنامج بتحضروه على ام تي في غير القصص السياسيه؟ دانسينج وذ ذا ستارز عنده قيمه فنيه عاليه، هي صراحه يعني كله على بعضه بتاخذيه هيك قيمه فنيه كثير عاليه كثير عالية. بعدين منوع كله على بعضه هيك مثل ما بيصير، بيخلي الواحد انه يحضره وقت اللي بيقدر. هلا غير برامج للاسف حتى برامج سياسية ما تفكري كثير بحضر، لانه بكون عم بحضر الشغلة يلي بكون عارف فيها، انه بجرب روح على برامج سياسية انه بكون مش عارف فيه. هون على ام تي في او المحطات اللبنانية الاخبار محلية، يعني احنا بنكون بالنهار انه بأجواء بينما بروح على محطات فضائية إن كان عربية ولا غير عربية، مش أنت قادر تتابع بالإقليم شو عم بصير، لأنه هونيك هون مش بأجواء مباشرة علينا نقدر نتابعهم وللأسف. عندي سؤال هيك، شو أبرزكم وشو بتحب أكتر شيء بستريدا، وشو ستريدا بتحب أكتر شيء فيك؟ أنا برج الجوزة، اللي بحب أكتر شيء فيه بدك تتفاجئي إنه حدا حنون سمير جعجع، اللي الناس ما بتعرف انه هو كتلة حنية بالرغم من هيك ملامحه اللي شوي قاسية، وانا ملامحي بركي انعم، بس بشوفه هو احن مني. يعني بعض الاوقات افترضي اذا حدا غلط او شيء، هو عنده قدرة التسامح او انه هيك، انا يعني اللي بغلط الله يسعده ويبعده. أنا برجي أنا بين العقرب والميزان. ستريدا بالطبيعة عندها هيك حضور وراس ليدرشيب بالطبيعة. في ناس بيفتعلوهم، في ناس
عرفتي كيف؟ في ناس هيك بيدعيوا او بيمثلوها، هي بالطبيعه اذا تصرفت عادي 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 هيك حضورها هيك شغله كثير يعني مش من مكان انه بالطبيعه. فادي ما بعرف اذا سمعنا مؤخرا عن قصه المعتقلين بالسجون السوريه، ما حدا عاد حكي فيهم، بس حابب تنشوف شو عاد صار فيهم، شو الخطوات رح تصير بالوضع بسوريا. هن الطيبين هلا بسوريا ما حدا عارف وين هن، يعني شو عم بصير فيهم، انه بالفوضى الموجوده بسوريا من رابع المستحيلات تقدر. هلا كثير جربنا باول الاحداث وقت اللي بلشت تفلت بالسجون واقتحمت بعض السجون وفلتوا الناس اللي فيها، كثير جربنا صراحه ما لقينا اي اثر لاي معتقل لبناني من يلي كنا عم نتابعهم من يلي ما كنا عم نتابعهم. اوكي بعدين بالفوضى العارمه اللي صارت يعني بالشغله يعني. مثلا خذ العسكريين من الجيش اللبناني يلي من سنتين خطفوا، ما عم بقول لك من 30 سنه، من سنتين هلا 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 مين بيحضر فيهم بي؟ يعني كانك عم فتش على الابره بكومه قش، مع ان الا رحمه ربنا ونشوف من بعد ما تنقشع الازمه الحاليه، مع انه مني شايف رح تنقشع بوقت قريب بركي ببين شيء عنه. صارت اصعب. الله يعينهم. مزبوط. نحن بدنا نشكركم على وقتكم، على استقبالكم. بدي اشكر من كل قلبي انطوانيت العظيمه يلي هندست هاللقاء، على محبتها لنا وعلى وفائها لكم، وهذا شيء انتم اكيد بتعرفوا. شكرا انطوانيت على كل شيء. بدي اشكر كل الاكيب، وانا باسم الاكيب اكيب ام تي في حبينا هيك شيء سامبوليك. ميرسي بوكو. بتمنى انه يحرسوكم، يحرسوا عائلتكم. حبينا باسم اكيب الايف نقدم لكم هالايقونتين للسيد المسيح وللعذراء، تحرسكم وتحميكم وتخليكم، ونحن نتشكركم من جوات قلبنا على كل شيء. خلينا نعاد عليكم. شرفتوا. ميرسي بوكو. وعليكم. مرسي. شكرا. مرسي. هلا هيدا اول لقاء بينعمل بيناتنا بهالشكل، اخذته الام تي في سابقه وعن جد تستاهل. من كل قلب ما برجع بقول جران جران مرسي. انا بدي اشكركم كثير لانه على هاللقاء، لانه بدي اشكركم كثير على اللقاء، لانه الحكي مش مثل الشوفه، وقد ما نخبر عنكم شخصيا عم بحكي، قد ما اجرب وصل انتم مين ولا كيف بتفكروا ولا شو حقيقه الاشياء برات السياسه الصعبه والزبريبه اللي كثير صعبه، واللي عم تعملوا كل جهدكم لتكون انظف شيء ممكن انه يصير، ما بيقدر يوصل الواحد الا بقعده مثل هالقعده، فهينتوا علي المهمه بهالطريقه، فشكر لوقتكم ونحن يعني عندكم، شكر لكم. يعطيك العافيه ونعاد عليك. باي باي. شوفك اذا الله بيريد. الله يوفقك. الله يوفقك. اهلا وسهلا. انبسطنا تعرفنا عليكم. يلا يا عيال. نور جديد ويضوي هالكون، والسهرة اطفال وهدايا ولون يغار من لون. سهرة عيد كل العيد يهون، نور جديد ويضوي هالكون، والسهرة أطفال وهدايا ولون يغار من لون. وشو الدور هون أخبار عن طفل صغير، هون أنوار كلها مشاوير، هون